السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. النهاردة هنكلمكم عن دواء بشري عبارة عن فوار بنديه للفراخ علشان يزود المناعة بتاعتها، وبالتالي صحة الفراخ هتبقى احسن، وكل ده هيقي الفراخ من امراض البرد والشتاء اللي احنا فيه دلوقتي. الدواء ده له فاعلية كبيرة لأنه يعتبر مكمل غذائي، وبرغم أننا بنحب الأعشاب أكتر وبنميل ليها أكتر، لكننا بننصح بالدواء ده لأنه مفيد جدا وبيحافظ على الجهاز التنفسي وعلى سلامته، وبيجدد خلايا الجسم عند الدجاج، وده بيساعد على بناء جسم الدجاج بطريقة صحيحة وسليمة. كل اللي عليك تعمل لايك على الفيديو وتشترك في قناة طيور فوق السطح لو لسه ما اشتركتش، وما تنسوش فقرة آخر الفيديو وهي الرد على الأسئلة السابقة والاستفسارات اللي تكرمتم علينا بيها. ويلا بينا على المهم. احنا متعودين دايما اننا نستخدم الأعشاب علشان نزود مناعة الطيور ونخليها تقاوم اي امراض سواء في الشتاء او في الصيف، وفي خلطات كتيرة جدا لرفع مناعة الدجاج زي الثوم، البصل، الليمون والأعشاب بأنواعها. وطبعا كلنا بنفضل الأعشاب على الأدوية علشان الأدوية ليها أثار جانبية على الطائر وعلى الإنسان لما بيأكل لحم أو بيض الدجاج، بس برضو الأدوية ليها مميزات عن الأعشاب في حاجات كتيرة. بدل ما نجيب أعشاب وبصل وثوم وليمون ونتعب في تقديمه ونسيب الأعشاب دي وتتلخبط ونتلخبط فيها ومش بنعرف نقدمها بالظبط، لكن الأدوية ليها نسبة واحدة مش نسب مختلفة بنديها للطيور كل فترة معينة، فهي أسهل ومش هنقعد نحتار في النسب بتاعتها. الدواء ده بتاع النهاردة بقى عبارة عن مكمل غذائي زي ما قلنا في البداية، وهو مش علاج لأي مرض تماما بقدر ما هو واقي للطائر ضد حدوث أي أمراض أو ضد إصابته بأي أمراض من مرض، يعني من أمراض الشتاء، لأنه بيحتوي على فيتامين سي، وهو ممكن نديه للفراخ يوميا لأنه ملوش أعراض سلبية، وبكده هيكون الدواء ده واقي قوي جدا للفراخ ضد الأمراض التنفسية اللي دايما بتيجي في فصل الشتاء، وهو آمن جدا زي ما قلنا، ومش بديل لغذاء معين ولكنه مهم جدا زي ما قلنا من ناحية الوقاية ومش العلاج. هو مضاد للأكسدة كمان وبيعزز جهاز المناعة عند الطائر وبيزود قوة الجسم ومقاومته للأمراض زي حالات نزلات البرد وأنفلونزا الطيور والكحة والعطس والطشمة والخرخشة وكل الأمراض اللي شبه كده، وكمان بيحد من الإجهاد عند الطيور والشعور بالتعب والإرهاق، وبيساعد في تقوية العظام عند الطيور، وده بيمنع حدوث الليونة والكسور أو أي نوع من أنواع التشوهات، وكمان في نسبة كبيرة من عنصر الحديد. ولازم ما نكترش من الدواء ده رغم أنه آمن جدا، ده لأن المثل بيقول اللي يزيد عن حده بيتقلب لضده، وأي حاجة هتزود منها للطيور بتاعتك هتكون نتيجتها سلبية جدا عليها حتى لو كانت أكلات أساسية ليهم، وكتر الدواء ده بيسبب نتائج عكسية تماما احنا في غنى عنها. يبقى نلتزم مع بعض، نلتزم بكل التفاصيل وبكل النسب اللي هنتكلم عنها. ويعتبر الدواء ده من العناصر الغذائية الأساسية للطائر، وبيقوم بدور كبير في تقوية المناعة عند الطائر، ومضاد للأكسدة زي ما قلنا، وفعال جدا، زائد انه بيحمي الجسم من اي نقص غذائي حادث. وبيتم استخدام الدواء ده طول الدورة يومين في الأسبوع، وبيتقدم بعد تناول الدجاج لوجبة إفطاره الأساسية، يعني يتحط في السقايات بعد تناول الطيور للعلف، وهو صالح لكل أنواع الطيور سواء كان الدجاج لاحم، بياض، حمام، بط، وز، رومي، لأنه آمن ومفيد لكل الطيور على اختلاف أنواعها، وهو متوفر في جميع الصيدليات وتمنه رخيص جدا، تقريبا تمنه 1 جنيه، وكمان سهل الاستعمال. هو عبارة عن علبة فيها 10 أكياس،
العلبة دي ب 12 جنيه، يعني الكيس يعني نقول بجنيه واحد، بنجيب كيس منهم نفتحه ونحطه في سقاية 3 لتر، كيس واحد بس لسقاية 3 لتر. وبنعيد عليكم تاني علشان لازم ناخد بالنا من النسبة دي علشان ما يحصلش أي مشاكل أو آثار سلبية للدواء. والدواء ده اسمه فيتاسيد، وصورته هنحطها قدامكم على الشاشة دلوقت، واستعماله زي ما قلنا كيس واحد لكل 3 لتر مية. وبعد كده هتدعو لنا بعد الدواء ده ان شاء الله هتبعد الامراض بتاعة الشتاء عن دجاجك تماما، وكمان هتقوي مناعتهم وهيكبروا بسرعة بدون اي مشاكل. ندخل بقى على فقرة الإجابة على الأسئلة الكريمة بتاعتكم، وبنوجه كل الشكر والتحية لكل الناس اللي بتدعمنا وبتعمل لايكات على الفيديوهات وبتشترك في القناة وبتعمل تعليقات وبتسألنا. احنا موجودين تقريبا 24 ساعة، طول ما احنا صحيين ومش نايمين احنا ممكن نجاوب على اسئلتكم سواء بالكتابة او في الفيديوهات دي. فاحنا بنشكر كل المتفاعلين معانا، ومستنين الناس اللي لسه ما تفاعلتش على القناة علشان في يوم من الايام هتتفاعل وهينورونا ويشرفونا. جالنا سؤال من الأستاذة حور عين بتسأل عن الزجاجة الألف دال تلاتة هي، بتختلف في أحجامها، في منها صغير وفي منها كبير، تستخدم كمية قد إيه وعلى كام فرخة؟ وبنقول لها إن كل 10 دجاجات وديك ليهم إزازة، وهي تمنها 10 جنيه اللي في الصورة قدامك دلوقت. ومعنا كمان سؤال من الأستاذ منتصر محمد عن إزاي يبني عشة للدجاج علشان يحميهم من الصقور والعرس والفئران، وهو بيسأل بنائها بتكون من الطين ولا من الخشب ولا الحديد. واحنا بنقول له إن أنسب بناء للعشة عشان تحميهم يكون من الطوب والسلك، علشان يدخلهم هواء وشمس، وفي نفس الوقت تحميهم من العرس والفئران وكل الكائنات المفترسة اللي ممكن تدخلهم. وبنشكر الأستاذ منتصر على تعليقاته، وبنشكره على دعمه لينا بالتعليقات الإيجابية دي. وسؤال كمان من الأستاذة أورانيس إيلوس بتسأل عن شكل البرسيم وإيه هو، وبنقول لها إن هي دي صورة البرسيم، حزمة البرسيم هتبان قدامك دلوقتي على الشاشة حالا. وعندنا سؤال كمان من الأستاذة جنة الرحمن عاوزة تعرف شكل الشامي اللي بنقدمه للدجاج، وبنقول لها صورته كمان هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة علشان ما تتهوش وعلشان ما نقعدش نوصف لكم. وآخر سؤال من الأستاذ محمد حمود بيقول إن عنده دجاج عمره 10 شهور وللأسف لسه ما بطش، بنقول له زي ما قلنا كتير قبل كده ان في فيديوهات كتير على القناة لزيادة انتاج البيض بتاع الدجاج سواء دجاج بلدي او اي نوع من الطيور. احنا اتكلمنا عن البط كمان بطرق طبيعية وبعشاب، وكمان بطرق بالادوية البطرية والادوية البشرية، هتلاقي الطرق دي واكيد واحدة منهم هتنفع مع حضرتك. ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.